تحدثت المغنية السويدية من أصل مغربي لورين في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بدار الفنون بالرباط عن مشاركتها في مهرجان موازين والتي تعد الأولى لها في مهرجان ينظم بالمغرب. بكل صدق وإذا أتيحت لي فرصة الاختيار أنا مستعدة لإصدار أغنية جديدة كل أسبوع وأتمنى أن يصدر ألبومي الجديد لأني سأبدأ بالاشتغال عليه الصيف المقبل ليكون جاهزا في يناير أو فبراير من السنة القادمة. المغنية لورين حاصلة على جائزة الأوروفيزيون لسنة 2012 وتعتبر نجمة بالسويد حيث بلغت الشهرة عبر أغنيتها أوفوريا التي تبوأت على المراتب في العديد من دول العالم.